إذن هذه الضوء 14 الحمد لله هي ضوء ناجحة، تم التدشين من طرف السمو الملكي ولي العهد مولاي الحسن. هذا يعطي قيمة لهذا المعرض، كذلك يعطي قيمة للعالم القروي والفلاحة، كتعرفوا بأنه هذا لي صالون نهار اللي بداو هما تحت الرعاية السامية لصاحب جلالة. اليوم احنا موجودين في واحد الرواق اللي هو كيهتم بالتشغيل وكيهتم بالاستثمار، باش يمكن لينا نشرحوا للاخوان يعني اللي كيهتموا بالاستثمار شنو هما الامكانيات اللي هي مطروحة وشنو هو التمويل اللي يمكن يطرح، وكنحاولوا باش ندفعوا باش هاد الناس يدخلوا للاستثمار، لان الاستثمار هو اللي غادي يجيب التشغيل ان شاء الله في المستقبل. كذلك هذه مناسبة أنه في هذا الصالون بلي غادي يجي الزوار يكونوا فلاحة ولا غير فلاحة، غادي يلقاو إجابات على الفلاحة في المناطق يعني الجهوية في المغرب كله، إذا المناطق المجالية في المجال. وثانيا غادي يمكن لهم يشوفوا التقنيات الجديدة، غادي يمكن يشوفوا التكنولوجيا الجديدة، غادي يشوفوا كذلك المنتوجات، وهناك المنتوجات يعني ديال التغوار الفلاحية اللي موجودة في المناطق اللي هي جد غنية، 300 كوبيراتيف اللي موجودة، القطاع ديال الحيوانات كذلك ممتل، وغادي تشوفوا بأنه تبارك الله هذوك يعني العجولة والبقور اللي كاينين كلهم كلهم مزيادين في المغرب، وكاين تحسين ديال الحمد لله النسل في هذا النطاق. إذا الكل يدفع باش يكون تحسين المردودية، إنتاج أكثر، مدخول أكثر للفلاح، والغاية أنه إن شاء الله تشغيل أكثر للشبان إن شاء الله في بلادنا.